نواصلوا حديثنا على الأخبار وفي علاقة بما يحدث ديما داخل فلسطين. وسائل إعلام رسمية وجهات رسمية تؤكد أن ماكرون الرئيس الفرنسي يزور الكيان الصهيوني الثلاثاء الغدوة، معناها غدوة يوم غد الثلاثاء سيحط رحال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واحد من أفشل رؤساء فرنسا يبدو لي عبر التاريخ بكل موضوعية، معناها تقييم ليه كرئيس إلى جانب المواقف المخزية لهذا الرجل يزور الكيان الصهيوني. ما كنتش تحتي عدد كما في راجل كلوب ما يستحقش عدد لأنه يستحق كان عشرة، هذا لا يستحق عدد لا يستحق إلا صفر. ما هل من تفسير نعاوتي نفس الأسئلة لها الهبة الغير مسبوقة والدعم اللا مشروط للكيان؟ تو أمريكا مفهوم جدا، فرنسا في بعض الأحيان وبعض الفترات من التاريخ كان موقفها بلوزوموا حتى ساعات يكون مضاد شوية لموقف أمريكا، يعمل شوية إكيليبر. لا اليوم منساق هذا الفتاة الفرنسي في المواقف الأمريكية الصهيونية. هو باش نذكر التاريخ كان السياسة فرنسا مع القضية كانت مش مناصرة ما يكوندانيوش، ورينا كان كنا نتفكروا شيراك وقت مشى للقدس وكيفاش تم كيفاش الجمله اللي قالها فولي كوجونت تيك ماي بلين اند جو هوم. ماكرون عام 2020 عاود عمل نفس الحكايه ومشى وما خطفتلوش خاطر ناقصه للسنسيريتي في السياسه، فما حاجات نجم تكتكهم، فما حاجات تبدو ماكش متبني قضيه زيد حتى كي تعمل ايفور. هو ليه معلي لي مش القضيه اللي مش متبنيها ومتبنيها القضيه كيف ليه معني ليه نحكي لك على قلت لك هذه للتاريخ معني عمره ماكرون كسر فريمون هو معه هولندا، اما ماكرون ما عادش فما المناصره حتى على 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 لي بو ديليفر كما يقولوا الفرنسيس. اما ماكرون راهو لي مو اللي ما مشاش الرؤساء كل المانيا مشيت ميلوني صديقتنا ميلوني مشيت البارح كلهم مشيو قعد هو الاخراني وهو كان مؤخر المشيه نتاعو خاطر راهو ما تنساش في الرهائن وفي الكيان فما برشا عندهم دوبل ناسيوناليتي فرانكو إسرائيلين، دونك هو معناها معني بصفة كبيرة يمكن بعد الجنسية الأمريكية الفرنسيس هما الثالث جنسية اللي موجودة في الكيان وفي الرهائن، دونك هو كان مؤخر الفيزيتا حب يعمل على بايدن يدبرش زوز يسيب زوز يسيب ثلاثة كل شيء. وعنده حاجة أخرى ماكرون، علاقة ماكرون بالقطر علاقة معناها أعمق من علاقة قطر بأمريكا، لكن ظهر لي أمريكا عندها نفوذ أكثر من ماكرون من ماكرون. فما ريفيرنس في الحكاية، فما خط مبدئي للسياسة الفرنسية، وكانوا كل رؤساء اللي جاءوا في السانكيام ريبوبليك يرجعوا للخطاب المحوري نتاع شار دو غول عام 1967 وقت اللي قال حرفيا انه كل ما هو اعتداءات من هذا الجانب او ذا يسرى كوندانابل. اش معناتها؟ معناتها هو شار دو غول ديجا ندد بالقصف نتاع 67 نتاع الكيان نتاع عام 67، وضح في خطاب طويل عاود فرجت فيه هنا يفسر للفرنسيس وللوزراء بتاعو شنو السياسه الفرنسيه. قال لهم راه تو شنو باش يصير؟ باش يصير رده فعل من طرف الفلسطينيين، ومن بعد باش يردوهم انه هما ارهابيين. اللي كان يقول فيه شار دو غول هذايا كله راهو فيه اليوم على ارض الواقع. اليوم السياسه الفرنسيه ما جاية متحكم فيها رئيس اللي هو إيمانويل ماكرون يزمنا كل مرة ونرجع ونعود، واللي هو روتشيلد اللي هو متحكم فيه من لوبيات صهيونية متنفذة جدا، انه فما نواب زادة موجودين يساندوا في القضية مع يساندوا في الكيان من مدة كبيرة، وصلوا حتى في فرنسا راهو فما دي فيزاج ميدياتيك سكروا عليهم التلفز ألان سورال بار اكزومبل ألان سورال وديودوني. ديودوني هذم الزوز ما عادش يتعديوا في التلفز الفرنساوية بالكل، في حين انه وقت اللي تلقى إيريك زيمور وقت اللي تلقى جون ميسيا وقت اللي تلقى العباد اللي يدافعوا على الكيان هذا متواجدين بصفة كبيرة. ماكرون
كيما ميلوني صديقتنا ميلوني اللي مشات البارح، كيما رئيس قبرص، كيما المستشار الألماني، الكلهم ماشيين من أجل أنهم يناصروا قضية اللي يعتبروها هي أساسية ومحورية في البلدان نتاعهم. ما عرفش أنا نتفرج البارح في واحد من الفيديوهات، شخصية سياسية في فرنسا سابقة كان يتلعب مهام كبيرة، عايش برشا الرؤساء الفرنسيين، قال أنا كنت حاضر على عدة جلسات عمل بعيد على الأضواء وبعيد على الكاميرا وكذا، لن أنسى ما قاله جاك شيراك ذات يوم لنتنياهو، قالوا أنت كذاب وأنا لا أصدق وأصدق كل العالم إلا أنت، فتحمل مسؤوليتك فيما تفعل. من الترجمة من عقل فيها بالعربية، قال في حياتي ما شفتش خطاب بالحدة هذه من رئيس تجاه رئيس، بور دير انه راهو ساعات فرنسا كانت المواقف نتاعها بلوز وموا على الاقل ماهيش نفس الحده نتاع الولايات المتحده. اليوم عندك احساس انه الرئيس الفرنسي هو مجرد بيدق للولايات المتحده الامريكيه، عندما تختار التصعيد فهو في التصعيد، عندما ستتراجع الولايات المتحده سيتراجع هذا الفتى الذي يحكم فرنسا منذ سنوات. لو بوان الفرنسي نشرت البارح ارتيكل قالت فيه الشيطنة التونسية الشاملة لكل ما هو فرنسي على إيقاع أحداث قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي الصهيوني على المدنيين العزلة. قالت كيفاش التوانسة يشيطنوا في كل ما هو فرنسي، كل ما هو منتوش فرنسي، كل ما هو سياسي فرنسي، ويطالبون بطرد السفير الفرنسي. هذا ينجم لبوان سي لا دروات، معناتها سي لا دروات ليكستريم دروات، سي توتا في نورمال انه الموقف نتاعها باش يكون هذا، ولكن ما همش فاهمين انه هذه رده فعل راهي عاديه. لانه علاش احنا نلوموا على فرنسا؟ لانه علاقتنا التاريخيه تحب ولا تكره، لانه احنا عانينا من الاستعمار الفرنسي زاد رفيق، دونك ديما تبقى تربطنا بفرنسا كالعلاقه بتاع مستعمر وواحد، معناتها كولونيزاتور وكولونيزي، صحيت مستعمر ومحتل. دونك اليوم ينزم يفهموا انه لا حل ولا سلام ولا علاقات عاديه مع البلدان مادام ما زالوا متواصلين في سياسة الهروب إلى الأمام ودعم الكيان اللي قاعد يقتل كل يوم في مئات. اليوم واصلين الخمسة آلاف بريسك 5000 قتيل وشهيد في الأراضي المحتلة، فإنه بطبيعة الحال باش تكون ردة فعل عادية. راهو فما عباد بالعكس معناتها يراو في فرنسا اللي هي امتداد حضاري معاهم ومعانا واحد، ولكن اليوم الموقف السياسي الفرنسي يشبينا احنا من شايتنوش في ميلانشون. أنا ميلانشون اليوم كان يجي ميلانشون لتونس بطل قومي يظهر لي، معناتها ما عنديش مشكلة فيسيرال مع فرنسا، عندنا مشكلة مع الموقف الفرنسي اليوم اللي يمثل فيه. عادي انه عندنا يكون مشكلة مع فرنسا يا اخي، ابريتو هي دولة جات استعمرتك عملت شحبت ومشيت على روحها ولم تعتذر الى اليوم ولم تقدم تعويضات. شنو اخي ننساو اخي؟ هذا اصل المشكلة حتى في فلسطين، نسينا انه مجموعة من الصهاينة جاوا واحتلوا ارض، ولينا اليوم نحكيو شنو الحل وحل الدولتين. تفك لي داري 100 سنة وبعد تقسم على الدار وتخونت ثلاثة بيوت ونخوينا سالدوبا، معناها هذا هو ما يسوق ليه راهو الحلول نتاع الدولتين. يا كيف فرنسا حتى كان عندي مشكل معها أخجل بهذا، هي دولة جات احتلتني وقتلت جدودنا وقتلت بيتنا وماتنا ومشيت على روحها ولم تعتذر. اي سقلينا ولكن لم تعتذر ولم تقدم تعويضات. ما نحكيو على المبدا يا اخي، العالم اعتذر وركع على اليهود على معركه اليهود، من كان في صله مباشره وصله غير مباشره، وقدمت لهم الاف المليارات من التعويضات واعطى لهم واحد بوفوار بوفوار على العالم لترضيه الصهاينه وغيره كذا. هي اليوم احنا معنا من حقي نزيد نقول واحد بفرنسا عندي منها موقف، رغم انها شريك ورغم انها عندنا موقف من بلاد اسمها فرنسا، معناها اللي ليومنا هذا لا تعتذر على ما قامت به في حقنا في حق الجزائر. واحد ينسى وتاخذوا الحياه وتلهيو، لكن في مواقف كيما هكا كل واحد يسترجع الحقبه التاريخيه اللي لليوم مثل العبيد ما تحبش تسافر. خليهم يحكي، ما نحبش نسافر، مانيش مغروم بالسفر، والله اني مغروم بالسفر وما نحبش نسافر. وراي تجي في مخي الحكايه، معناها بولي بيت واحد سايبه مصر الامارات غيره كذا اي ما صرت مو شي قاعد يكذب معناها. فما بلدان اخرى بالي تو نمشيو لبعيد معناها تركيا كينيا تركيا ما خليتش معاه انت اردوغان، خيبت امل كبيره رجب طيب اردوغان ما خليت حتى بلاد في عندنا في تونس، انا في تونس.